وفي خبرنا الأول، حقق موسم الرياض خلال 100 يوم أرقاما استثنائية غير مسبوقة، حيث تخطى عدد الحضور حاجز 10 ملايين زائر ومليون سائح في مناطق وفعاليات الموسم. ويعد موسم الرياض من أبرز الوجهات الترفيهية، حيث انطلق في 20 أكتوبر الماضي تحت شعار تخيل أكثر، وتقام فعالياته على مساحة تصل إلى 5 ملايين متر مربع، ويتكون من 14 منطقة ترفيهية موزعة في أرجاء مدينة الرياض. وفي خبرنا الثاني، انطلق يوم الأمس كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل، كأس الفرسان 2022 في دورته الثالثة بالعلا. وجاء هذا الحدث بتنظيم من الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وبالتعاون مع الاتحاد السعودي للفروسية والاتحاد الدولي للفروسية. وفي خبرنا الثالث، اختتمت يوم أمس منافسات الجولة الثانية من سباق فورمولا إي الدرعية 2022 ضمن منافسات الموسم الثامن من بطولة العالم إي بي بي في فورمولا إي، التي احتضنتها المملكة للمرة الرابعة على مدار يومين متتاليين 28 و 29 يناير 2022. في خبرنا الأخير الجميل، أن في السنوات الأخيرة المملكة أصبحت موطن لأغلب المسابقات العالمية. إن دل ذلك دل على حرص واهتمام قيادتنا بالرياضة.